بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الليل وآثارها اقتباسا من مركز الإشعاع الإسلامي الشيخ صالح الكرباسي والشيخ محمد توفيق المقداد. الكتاب الصوتي إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية. فهرس المحتوى: صلاة الليل بوابة الخير، صلاة الليل في القرآن الكريم، صلاة الليل في الأحاديث الشريفة، من أسباب حرمان الإنسان من صلاة الليل، ثواب صلاة الليل، من آثار صلاة الليل، التارك لصلاة الليل، كيفية صلاة الليل. صلاة الليل بوابة الخير. إن صلاة الليل أو نافلة الليل هي صلاة مستحبة، لكنها تحظى بمكانة خاصة من بين النوافل والصلوات المستحبة في الشريعة الإسلامية المباركة، حيث إن هذه الصلاة توصل الإنسان المواظب عليها إلى ينابيع النور الإلهي، وهي العبادة المميزة التي تكسب المصلي جلالا ونورا وبصيرة وإيمانا وتقوى فهما وشرفا وكرامة، وتفتح عليه أبواب الرزق، بل هي الصلاة التي ينال المصلي من خلالها كل خير، كما وتعتبر هذه الصلاة من أهم الوسائل والأسباب الموصلة إلى الكمال والدرجات الرفيعة والمقام المحمود، ولها الأثر الكبير في دفع الهم والغم والبلايا والمكروهات، إلى جانب ما لها من عظيم الثواب وجزيل الأجر. لكن جني ثمار هذه الصلاة يختلف من شخص لآخر، وذلك بمقدار اهتمامه به، وبحسب كيفية أدائه لهذه الصلاة، وبقدر خشوعه توجهه حال أدائها إلى الله عز وجل. ولقد أكدت الآيات القرآنية والأحاديث والروايات المتواترة على أهميتها وضرورة المواظبة عليها وعدم التفريط بها في أي حال من الأحوال. صلاة الليل في القرآن الكريم. تطرق القرآن الكريم لصلاة الليل من جوانب متعددة في عدد من الآيات، وها نحن نشير إلى أهمها. قال الله عز وجل: ما خطب حبيبها المصطفى سل الله عليه وآله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز من قائل ممتدحا القائمين آناء الليل لعبادة الله جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذكر جل جلاله أن من صفات عباد الرحمن قيامهم بالليل، حيث قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كما وبين الله عز وجل جنبا من الثوب الأخر والعظيم الذي ينتظر إلمس غفرين بالأسحار، حيث قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، وله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال جل جلاله وهو يصف المتقين بأنهم يقومون الليل ويحيون قسما منه بالصلاة والعبادة، ويبين ما أعد لهم من النعيم.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال عز من قائل ممتدحا القائمين بالليل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وقال الله تعالى ممتدحا المصلين بالليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أي سألته عن معنى قول الله آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال يعني صلاة الليل صلاة الليل في الأحاديث الشريفة اهتم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من أهل البيت عليهم السلام تبعا للقرآن الكريم بصلاة الليل وأولوا هذه العبادة المتميزة اهتماما كبيرا وحرصوا على بيان أهمية هذه الصلاة وما تنطوي عليه من آثار مادية ومعنوية حثوا المؤمنين على المواظبة عليها والاهتمام بها وعدم التفريط بها ويظهر هذا الاهتمام جليا لمن نظر في أحاديثهم الشريفة وإليك عددا من تلك الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام يا علي عليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال كان فيما ناجى الله به موسى بن عمران عليه السلام أن قال له يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب خلوة حبيبه ها أنا يا ابن عمران مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم يخاطبني عن المشاهدة ويكلمني عن الحضور يا ابن عمران نقطتان هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع وادعني في ظلم الليل فإنك تجدني قريبا مجيبا وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرف المؤمن صلاة الليل وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث فرحات للمؤمن لقي الإخوان والإفطار من الصيام والتهجد في آخر الليل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن ينام وعن الإمام الصادق عليه السلام لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم قيام الليل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضي وصلي كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من أسباب حرمان الإنسان من صلاة الليل روي أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المؤمنين عليه السلام
أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. وعن ابن بكير عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم ثواب صلاة الليل. روى جابر ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهم السلام أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عليه السلام عن قيام الليل بالقراءة فقال له: أبشر، من صلى من الليل 10 ليلة لله مخلصا ابتغاء ثواب الله قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوص ومرعى، ومن صلى 9 ليلة أعطاه الله 10 دعوات مستجابات، وأعطاه الله كتابه بيمينه، ومن صلى 8 ليلة أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية وشفع في أهل بيته، ومن صلى 7 ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمر على الصراط مع الآمنين، ومن صلى 6 ليلة كتب في الأوابين وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صلى 5 ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته، ومن صلى 4 ليلة كان في أول الفائزين حتى يمر على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنة بغير حساب، ومن صلى 3 ليلة لم يبق ملك إلا غبطه بمنزلته من الله عز وجل، وقيل له: ادخل من أي أبواب الجنة 8 شئت. ومن صلى 0.5 ليلة فلو أعطي ملء الأرض ذهبا 70,000 مرة لم يعدل جزاءه، وكان له بذلك عند الله عز وجل أفضل من 70 رقبة يعتقها من ولد إسماعيل، ومن صلى 3 ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج أدناها حسنة أثقل من جبل أحد 10 مرات، ومن صلى ليلة تامة تاليا لكتاب الله عز وجل راكع وسجد وذكر أعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته أمه، ويكتب له عدد ما خلق الله عز وجل من الحسنات ومثلهن درجات، ويثبت النور في قبره، وينزع الإثم والحسد من قلبه، ويجار من عذاب القبر، ويعطى براءة من النار، ويبعث من الآمنين، ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكة انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي، أسكنه الفردوس وله فيها 100,000 مدينة، في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة من آثار صلاة الليل. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة الداء عن أجسادكم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام:
إن في الجنة لشجرة تخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاء فيقول الذين أسفل منهم يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة فيقول الله جل جلاله إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون ويصومون النهار ولا يأكلون ويجاهدون العدو ولا يجبنون ويتصدقون ولا يبخلون ويروى أن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيب النفس وإذا نام حتى يصبح ثقيلا موسما وأوحى الله إلى موسى عليه السلام قم في ظلمة الليل اجعل قبرك روضة من رياض الجنة وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال صلاة الليل تبيض الوجه وصلاة الليل تطيب الريح وصلاة الليل تجلب الرزق وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال صلاة الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر وجاء رجل إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فشكى إليه الحاجة فأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا أتصلي بالليل فقال الرجل نعم فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار إن الله تبارك وتعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار وروي عن أبي بصير أنه قال شكوت إلى أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الحاجة وسألته أن يعلمني دعاء في طلب الرزق فعلمني دعاء ما احتجت منذ دعوت به قال قل في دبر صلاة الليل وأنت ساجد يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتج أرزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك بأخلاق النبيين وتعرض لرحمته وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم وأدب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم مما كتب الشيخ محمد توفيق المقداد في ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار سئل علي بن الحسين عليه السلام ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها قال لأنهم خلوا بالله فكساهم اللهو من نوره أتارك لصلاة الليل لا شك في أن ترك صلاة الليل من غير عذر يعد من الجفاء بحق هذه النافلة العظيمة ذات الآثار الطيبة الكثيرة ولقد ذمت الأحاديث الشريفة المتهاونين بصلاة الليل المتكاسلين عنها بكل قوة فقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون الرجل طول الليل كالجيفة الملقاة وأمر بالقيام من الليل والتهجد بالصلاة وعني
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: كان فيما ناجى الله به موسى بن عمران عليه السلام أن قال له: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا يا ابن عمران مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبني عن المشاهدة ويكلمني عن الحضور. وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. قال الشيخ المفيد رحمه الله في معنى هذا الحديث: يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضا من لم يعتقد فضل صلاة الليل. كيفية صلاة الليل. مما كتب الشيخ محمد توفيق المقداد: إن صلاة الليل كما وردت في الروايات عن المعصومين عليهم السلام هي 11 ركعة، على النحو التالي: 8 ركعات يؤتى بها بعنوان صلاة الليل أو نافلة الليل، كل صلاة مؤلفة من ركعتين فقط كصلاة الصبح، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وبعدها سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب أيضا وبعدها أية سورة يختارها المصلي، ثم يتشهد ويسلم في نهاية الركعة الثانية ركعة بعنوان صلاة الشفع، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وبعدها سورة قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية بعد الحمد يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، ثم يتشهد ويسلم في نهاية الركعة الثانية ركعة الوتر، وهي ركعة واحدة فقط، يقرأ فيها بعد الحمد قل هو الله أحد 3 مرات، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق وبعدها قل أعوذ برب الناس، ويستحب في هذه القنوت ويذكر فيه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، إلخ. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات، ثم يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، ثم يستغفر 40 مؤمنا يذكرهم بأسمائهم، ثم يقول: العفو 300 مرة، ثم يركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم. وهذه هي الكيفية الكاملة والصورة التامة لصلاة الليل، ويمكن أن يبدأ الإنسان بالإتيان بها بعد منتصف الليل مباشرة، لكن ورد استحبابها في الثلث الأخير من الليل، أي في وقت السحر كما جاء في الآية الكريمة: وبالأسحار هم يستغفرون. ويمكن للمصلي أن يقتصر من صلاة الليل على ركعة الوتر وحدها، أو هي مع ركعتي الشفع، أو مع ركعتين أو 4 أو 6 من الركعات الثمان، ولعل مرجع هذا الأمر إلى أن المصلي قد يستيقظ في وقت لا يدرك الإتيان بكل صلاة الليل قبل طلوع الفجر، وهو وقت الصلاة الواجبة، حيث يكون وقت صلاة الليل قد انتهى عندئذ، كما ورد أن من اعتاد صلاة الليل ثم فتته لسبب أو لآخر يمكنه أن يقضيها في اليوم التالي، ويحسب له أجرها وثوابها أيضا حتى لا يعتاد على تركها وليبقى مدوما على الاستمرار.
فيها نظرا لما لها من المكانة والقدسية عند الله عز وجل. تم بعون الله وتوفيقه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.